عالم المعرفة ام دي صفا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العصامي. ان شاء الله اليوم نشوف واحد التطبيق بالنسبة لي انا مهم. هذا التطبيق كيحسب لنا الخطوات ديالنا اولا كيحسب لنا لي با ديالنا اللي كنديروا, يعني شحال كنتمشاو في النهار, يعني كيحسبه لك بالخطوه, يعني يعطيك 1000 خطوه ولا 2000 خطوه ولا 10000 خطوه, المهم على حسب داك الشيء اللي مشيتيه في النهار. هذا التطبيق هذا كيرتبط بالتطبيق ديال سونتي, ولكن هو تطبيق جيد جدا, انا جربته. كيعطيك المعدل اليومي وكيعطيك شحال في الاسبوع, شحال مشيتي في الاسبوع, كيعطيك النهار شحال مشيتي فيه, وكيعطيك المعدل ديال النهارات اللي مشيتيهم. ندخلوا للتطبيق. هو تطبيق سهل في الاستعمال, يلتفي باش ناكتيفيوه. ستيب كونتر ويجي وسميتو ستيب كونتر ويجي, يعني ان كونتور دو با ولا حاسب للخطوات. ويجي نكليكو عليه ندخلو ستيب كونتر ويجي ريفوزي بوتون, كنلقاو ريفوزي. الا مشينا كليكينا على ريفوزي غادي يرجعنا لواحد الواجهه غيعطينا غير 000, يعني ما يخدمناش التطبيق. مبالايو اكسي ا سونتي اون تيت, مبالايو حتى نلقاو اوتو سونتي ستاكت اوتو اوتوريزي نومبر دو با بوتون ديزاكتيفي نومبر دو با, غنلقاوها ديزاكتيفي, نكليكو عليها تولي اكتيفي, ونبالايو نرجعو اوتوريزي ستاب كونتي ويجي ا لير دي دوني اون تيت, نقولوا غادي نبالايو من الشمال, من دابا نبالايو من اللي من الشمال. اوتوريزي ديزاكتيف ستاب كونتي ويجي ام ريكسيدي ا فوك ديزاكتيفي توت لي كاتيجوري ستاب كونتي سونتي اوتوريزي بوتون, حتى نلقاو اوتوريزي ونكليكو عليها ارجع. في الاول فاش غادي اول مره غنلقاو ديك اوتوريزي, غنلقاوها كتسميتو استامبي, ولكن فاش غادي ناكتيفيو لو نومبر دو با كنلقاوها كتحيد ديك استامبي. الو ارجع, هو هذا التطبيق كنلقاو في لو تارجي. المهم اول عنصر, وهذا العنصر اش كيعني, هو لا سيبل, يعني شحال باغي نمشيو. مثلا هذا هنا كيجي باغ ديفو كيجي 4000, يعني هذا هو كما كنقولوا الهدف, اننا نتمشاو 4000 خلف في الاسبوع. حنا شنو غادي الى بغينا نزيدو بوتون اجوتي 4500 ريونيون بوتون اكستيريور اللي جايه من الفوق, الا كليكينا عليها كتنقص ريونيون اكستيريور 4000, voilà كتولي 4000. نبالايو بلو بوتون توداي ستيب, توداي ستيب شحال تمشيت انا من خلف اليوم. دابا هذا راه بدا كيعطيني هذا اللي كنسميتو كما كنقولوا الامور ديالي, المعطيات ديالي, شحال مشيت 819 البا اللي درت هذا النهار. هذا توتال 10 ويك, هنا كيحسب لك, شوف كيحسب الدروج, كيحسب تمشيتي في وسط البيت, يعني كيحسب لك لي با كاملين. 6000 total 10 week, total 10 week المجموع ديال هذا الاسبوع هذا 6200 با اللي درت هذا الاسبوع. average 10 week, هذا average 10 week, يعني هذا كما كنقولوا المعدل 1550 المعدل اليومي اللي كنتمشى هنا 1550 1550 فوالا. هذا هو التطبيق, يعني سهل وسهل جدا, يعني كل مره غادي ندخلوا غادي نعرفوا شنو كاين عندنا, يعني شحال تمشينا, يعني المعطيات ديالنا كاملين, المعدل اليومي شحال تمشينا في ذاك النهار, وشحال تمشينا في ذاك الاسبوع, والمعدل اليومي. هذا هو التطبيق, سهل وسهل جدا ومفيد جدا. شكرا على المتابعة, وإلى اللقاء في شرح آخر. تحياتي.